عيني من التليفون، بلاش من التلفزيون. حاضر. شكرا. شيك حاضر. ألو. من التليفون. ألو. اتفضلي. معاكي يا فندم، دلوقتي أنا اتفضلي. عندي ابن. اتفضلي. عندي ابن ما أيوه. بيشتغلش طول الشتاء، لدرجة إن ولاده بيبقوا قاعدين جعانين، وأنا أقدر إن أنا أكلهم. هل ده يعتبر إيه؟ بيقولوا لي لأ أنت كده بتبوظيه. أنت كده لا معلش، بتساعديه على المقطع إنه هو الأول من السؤال، عند حضرتك ابن إيه يا فندم؟ ابني ما بيشتغلش طول الشتاء، شغلته كده ما بيشتغلش طول الشتاء. طول الشتاء؟ طول الشتاء ما بيشتغلش. تمام. شغلته نقاشة، ما بيشتغلش إلا في الصيف. ومعاه شهادة هو فوق التعليم المتوسط، وعنده 42 سنة. عنده ولد وبنت. الكبيرة في أولى ابتدائي. معهوش حتى يأكلهم طول الشتاء. لكن في الصيف بيشتغل وخيره كافي شره، وبيجيب لهم اللي هم عايزينه. وأكثر زيادة. إنما طول الشتاء قاعد، وأنا أقدر إن أنا طب ما يمكن، أجيب لهم. ما يمكن قاعد مش لاقي شغل في الشتاء. قاعد عشان ما فيش شغل نقاش ليه. يعني مش قاعد هو هو عاطل يعني بمزاجه. لا مش بمزاجه. طيب. هو ما بيقدرش يشتغل غير شغلة النقاش. ألو؟ مع حضرتك يا فندم. ألو؟ مع حضرتك، مع حضرتك. هو ما يقدرش يشتغل لأن هو عنده 42 سنة غير شغلة النقاش. ما يقدرش يشتغل شغلة تانية. وأي شغلة تانية بالنسبة له شغل فوعلية، ما عادش يقدر له. فهل انا لما اصرف عليه وعلى اولادي ابقى انا كده بساعده على ان هو يقعد من غير شغل؟ هو قاعد غصب عنه. لا هو قاعد 42 سنه يعني يا ست هدى، يعني ده أيوة. مش يعني هو لو طول السنه كده اقول لحضرتك انت بتساعديه او بتعمليه، بس ايه ذنب الصغار هؤلاء يعني. لكن هو مثلا يا ربنا يديك الصحه والعافيه وطولة العمر، حضرتك موجودة دلوقتي في ظرف انه مثلا ما عندوش انسان يساعده، هيعمل ايه؟ هيسيب ولاده كده؟ طب اعمل ايه؟ لا انا ده انا بسأل يعني. افرضي حضرتك رفعتي ايديكي، ولا هو عشان معتمد لا عليكي؟ طبعا اللي بيقدر عليه بيعمل. يعني هو اللي يعني هو لو حضرتك رفعتي ايدك في الشتاء انا ما هيسعى انا بقول انه طول ما انا يأكله. اقدر اعمل اللي عليا، وهو اولى من بره. اكيد أولاده على الأقل. طيب يا ست هدى، شكرا لحضرتك. حضرتك يعني متبرعة ومش واجب على حضرتك تقومي بذلك، حضرتك بتعمليه من باب البر كجدة مع أولادك، أولاد أولادك، وهؤلاء الفروع اللي هو فروع بالنسبة لحضرتك يعني الأحفاد هؤلاء، وحضرتك بتحاولي تساعدي هؤلاء الأحفاد لأن والدهم لا يجد عملا بالشتاء وما عندوش إمكانية يشتغل حاجة تانية غير الشغلانة دي، وحضرتك بتقولي ان هو مش عاطل بمزاجه، هو عاطل يعني غصب عنه، وبتقولي بيعمل اللي عليه قدر المستطاع. طيب انا مش شايفه انت حضرتك بتساعديه على اي شيء، لكن يعني اذا في شيء في يعني اذا حضرتك بتحبي انك انت مثلا، ما انا مش هسيب احفادي جعانين ولا هم محتاجين يلبسوا، انا مش بديهم، اكيد ان انا هديهم واساعدهم، فساعديهم بالقدر اللي يكونوا محتاجينه، جيبيه في شكل مأكولات وشكل ملبوسات وما يحتاج إليه البيت، وما زاد عن ذلك تقولي له انزل اشتغل، يشتغل بقى على قدره، إن وجد وحضرتك شايفة أنه بيجتهد ومش لاقي يبقى بتعينيه إلى أن يجد. وإذا في عند حضرتك في مقدورك أنك توفري عمل أو شيء يقدر يعمله في الفترة دي حضرتك تتكسبي منه، هو كذلك يتكسب منه، فده يبقى تفكير أفضل من أنه يبقى قاعد في الشتاء بلا عمل. يعني انت بتقولي قاعد مضطر، فاذا انا معايا مال مثلا واقدر اشتري بضاعه اي شيء ويتاجر ببيعها للجيران او للزملاء لمن يعرفهم من الناس، ان كان في مقدور حضرتك وتكوني حضرتك يعني بتحركيه فبتستعمليه على ذلك المال فلا مانع، فيبقى برضو تفكير كويس. لكن ان حضرتك بتعينيه على ذلك وهو ما عندوش، فده هذا يعني بر طيب من حضرتك، واكيد اي انسان عاقل في هذا الموقف مش هيسيب احفاده محتاجين جعانين، مش لاقين ياكلوا، مش لاقين يلبسوا، مش لاقين يتداووا. لكن انا بقول اقتراح ربما يمكن يكون في مقدور حضرتك امكانيه تنفيذه،
طالما هو مش بيقدر يشتغل في حاجات فيها مجهود غير هذا العمل، وان كان النقاشه والحاجات دي ما دي مجهود برضه، فنقدر نوفر له اي نوع من انواع التجاره او ما شابه ذلك، بالذات في فتره الشتاء تتكسبي ويتكسب، ويبقى في نفس الوقت حضرتك بتخرجيه حتى حاجات يسيره، مش لازم حاجات يعني حاجات يبيعها بالتقسيط، حاجات مما شابه ذلك يعني يعين بيها الناس، والتجاره فيها الربح فيها يكون بالمعقول، ييسر على الناس.